كو قضبضة أساسي قال ليه حنكسو كوب يا دولة لجربي وحي كقابتينه وأسلق يمينينا كو حال جربي دستور كيري دم يسترتو صوته الدستور كو أصل وياه شيء بلشو أو دل كان دت كان كو ذا جوي كران دل كان سأكتين رجيم كي كويلة تكسر دل كحكومة هي ملترجها دستور كي لحن كي سوبرد وعادي أفتيه لسيء ولاري ورقدك عنك أصوص عري يا دستور دلك وهاجر إلا تضواتن إستقالك دستور كي لسميه دستور دتك الغلط تشتي أو دتك أيودا معين أو ديمقراطية أنا ما إنسان ودقنا ساس درادة دستور كوا أساس كأما وابد دقة أما وابد دقة الدولة نمد الصومالي واحد صوته واحد دتك إسكو هاي هالشيء كلوية هاي أركتدا سياسات هي حقوق سياسات واحد إسكو آمنان ووراقاس أركيسان الدستور كأ الدون كان أسرع وحقيقي هاي فاونديشن أما وحصل لقوه دستور كاس لما دا ميسترين تلابنا لو مقادم إلا هدنا اللي جموا ذا حاجونين أرميه سميم كأ أو حرير كدولة جولات كدولة فدرال كأ هديتا قبل سمات كحكم كدلك هديتا سيد الخيرات كأ دخلك أما ماركتي ريسورس كأ أما واحد دلك سوقل اللي هو ذا جيو سيد ماركتي تلاذ يأود اللي سكوت عفسنا يو وحصل لن دستور كقيحة أقدي بلشوا وأشيز بلشوا أسرع تلاب لو مقالين لبو عيد ما قرن لما دسين وقرن سومالي دلية هاي وما أنت أود يشاء إن يكبت باديان أما أيضا شباب هلستي يزدل كبت باديان أما أيضا مسؤولية كلو ريجان عيدا كأمسهم إيه ما ركت حد أنجا أن كجوجنو أودي سترى ذلك اللي وجوه إن كبت بعدينه وعيدا قرن سومالي أو قرن لماذا هي من لماذا هي ماذا بنادي سومالي لعلينا إلا لسه دولة ويكون فشل أنت ولي وحلو ياي إذا أجنبيها مرتلو ياي وسيدا أختي هو يجمع حويلها يحفز كيس بعيا ولي لعليها وحكى الله لا إيمانين قرشة أمني ودولة فدرالك إمام الجبل إذا كود الشقيان أو لو هرتجو على شباب يفكر كيس جور عنا لو بابيو أيجنا ذلك لقي قبته أنتوا ذي النبض أقولنا نبض لقاتيو أرتدى سنة دولة لما يسن إيمان وحقر شيء أمنية الدولة التي من أقرن أه مجرو دولة وحوض هذا الطبع لما جلين ولا عليه سو ملا لما جلين وقد بدأ أساسي جهو دولة اللوقف دي س ما يسن أبورين كرسوني لقوه هذا ما يسن أبورين قضى كل حد دولة ما إيسن شن هذا الربع ما إيسن سمعين هشيسين كذا لا تا سأكتين شن تمام الجولات مركي لديس خلافات هذا مام الجولات كست كذا شيء خلافات كسوح أبا أنا إن مام الجولات اللي يساعدو إن دب هشيسين عرش هذا مام ولاس لقد حسم أيو إيه دب هشيسين جود أضلك صوب الله سمع أيو دولة إلا هذا تلعب وما إيسن قاعدين مد اللي حاد حوا سياسة أرمد بديت أو نجس ما تبي حساء لولا كجغراف سياسة دون كسوكرني قبل كسوكرني إسبدل هذا جود هانجيس كأفريقيا دعايا أركت سياسة ذات وأرمت دمدد وفرسة وميسان لأن كسا ما تبيح كرنانا ما يسن كيني وحي كده ما هو يسي دولدي سدح سدح مدحينا يتوبي إرتري إيو مدحينا سومالي أو شيرا أو لليا وحان سمينينا سدح جيسود إسكاش نقارا عن سمينينا إن أي إنتا سيكسو لما هو يسي دولدي دولد أمركا شقوين كمهم كا لجربي لحدة عدد كصومال كفيلاين كواسئ هايين أو حقوقي منين أنا ما أنت لحدة ودي محنك هنا وحنك هنا أن أعد وما أنت يلا ودولت إيسر قوانين إن أن أجن هاي ما أنت إن الكلسوني دي عدد كصوماليات إيسو كوب عيسي سيدة ترتيب كأسو اسميسي ما أنت إن الدون سنتهاي وهنا هنا عدد كي إن القرن كي إن كوقن عان وإيه آمنان قرن نمادي إيسن aysan maanta jirin oo la hayninaan maanta aan hortaala oo dadkii Soomaaliye ka aamin baxeen dawladnimadii markii lagu tagri faray laga aamin baxay een waxaan hayna in baashi caalamka ee dadkii Soomaaliye caawinayay oo qus taagan ayaan hayna oo hadda arkaysana waraaqaas ka soo dhacayo oo la leeyahay hal heshiisiyo ee dawladda federaalka ah iyo dawlad goboladeeda waxaan hayna in ciidankii yaraa ee hortood la unkay qarannimada Soomaaliya iyo ciidan qaran oo loo unkay in loo isticmaalayo deegaano nabad ah oo degan sida Galgaluud iyo Gedo hadda wax ka socdo aan hayna oo baalihii Soomaaliyeed colaad lagu dhaxabuurayo ayagoo halkaas ay fursado ugu soo dhalinayaan shabaab oo ciidankii shabaab lagu dagaalamay lahayn
lagu deegaano nabad lagu la dagaalayo oo shabaab halkaas ka helayaan fursad aan balala dagaaleynin iyo dagaaladaas qabaaisha ay colaadahaas waxa ka dhasha dadka gucashada iyo tabashada iyo cawdada ka dhalatana inay noqonayaan dad shabaab garab weydiisanaya marka shabaabkii in loo shaqeynayo ayaa meeshaas ka dhalatay waxaa kaloo dhacay hay-adihii dastuuriga inay dumeen ama aysan macno beeleen sida labada aqal ee baarlamaanka ah maxaa macno beeliyey baarlamaankii xukuumadda laanta fulinta la xisaabtami lahaa wuu macno beelay wax qiimo ah ama miisaan ah labadii aqal ee baarlamaanka maanta kuma laha ama la xisaabta dhahlama kuma laha golaha ee fulinta maxaa yeelay sababtoo ah ayaga naftooda la musa see loo musmaasuqay waxaa loo musmaasuqay horta 70 meeye ayaga ka mid ah wasiiraha laga dhigay oo waxaa la geliyey golihii xukuumadda labo jagooyinkii dowladda la magacaabay waxaa lagu shardiyey in xildhibaanada la siiyo ama dad ayaga keensadaan la siiyo saas daraaddoodna looga bedesho inay la xisaabtan la imaanin haddii safiir la bixinayo haddii taliye la bixinayo haddii sargaal la bixinayo haddii gobol la magacaabayo haddii waxaan ku sheegahay gobolka la magacaabo dabcan waa banaadir mid kale maahane haddii maaragtay la sameynayo maxaan ku sheegahay jagooyinka agaasimiyaasha kulli waxaa qoorta looga xiray si musuqmaasuq ah xildhibaanka in la yidhaahdo waxaaga keenso laakiin waa inaa aamusta adigana nalama hadli kartid marka dowladdiya waxaa loo isticmaalay awooddeedii in lagu aamusiyo xildhibaanadii oo danahoodii looga xiro qoorta 70 ka midna xildhibaanaha laga dhigay waxaa laga dhigay golaha wasiirada ku dhawaada lagu daray marka maxaa soo baxay baarlamaan cadilan oo aana shaqaynaynin oona xisaabtami karin sababtoo soomaaliya waxay tiraa afa cunay xisho musuqmaasuqa iyo laaluushka markii wax la ridaayana magaaladan ma qarsana ama markii guddoomiyaha baarlamaanka la ridayay ama markii la rabo in wax la marsiiyo lacagaha la keeno iyo oo kaashka ah oo dowladahan khaliijka qaarkood laga keenana dadka soomaaliyeed way u caddahay marka maxaan u haysanaa dadkii soomaa inay ka aamin baxeen xataa mu'asaadkii ama hay-adihii dastuuriga yaraa ee u dhisnaa oo maanta la isweydiinayo dalka horta baarlamaan ma leeyahay la isweydiinayo waxaan maraynaa in ciidankii soomaaliyeed ee yaraaya hortood la unkay loo adeegsado in deegaano nabad ah oo shabaab xorka ah in colaado beeleed ama qabiil loo aruuriyo gobolka gedo waxaa ka socda waa colaad qabiil qof soomaali ka qarsan tahay male odayaasha hadla deegaanka ah saakadan ugu dambeysa kuwa doolo ka hadla aan dhegaysanayay waa wax qabiil ah waaye oo qabiil loolan qabiil dhexdiisa ah waaye oo soomaali ay wada ogtahay waxaase yaab leh wargedo ilaa 90kii loolanka waa ka socday maray etoobiya itixaad isdagaalaan maray jabhadii snf itixaad isdagaalaan maray qabaaisha dhexdooda isdagaalaan cidcid ka guulaystan lama hayo waxa aan la yaabanaa wiilasha xamar diyaarada looga qaaday iyo gaarida technika inta looga qaado gadaa lagu qabsanayaa la leeyahay xigmaddaasu meesha ay ku jirto ama dowladnimo ugu jirto waa wax lala yaabo waa wax lagu soo khasaari doono wax faa'iida oo laga keenayana ma laha laakiin ujeedka dhan muxuu yahay in lagu dumiyo maamul goboleedka jubbaland lagu dumiyo marka maxay noqonaysaa jubbalandna waxay resoors iyo dhaqaale iyo tabar haysato inay isku difaacdo dowladdana wixii dhaqaale iyo resoors iyo canshuur ay ka qaadaysa dadka reer muqdisho halkaas ay geliso ayay noqonaysaa wax laga faa'iidayna ma jirto amniga iska warsameyna meesha uu marayo madaxweynaha safarkii ugu horreeyey oo uga baxo xamar wuxuu ku tegay magaalada baydhabo saa ogtihiin wuxuu ballan qaaday inuu furi doono waddada baydhabo ee isku xirta muqdisho ilaa hadda waa si weynaa furitaankeeda balse way xiran tahay marka ciidankii jooga waxaa raashinka loo marsiiyaa badda xeebta jidka lama mari karo jowhartaa aragteen oo wasiirada ay qireen oo markay galayeen doorashada xildhibaanada ay wasiirada xukuumadda ka tirsan ay qireen inay 6 jeer habeenii maalin tegayeen maanta inaad diyaarad ku tagto maaluqtaada kuma tegi kartid magaalada muqdisho way kala xiran tahay oo galbeed iyo bari u kala xiran tahay ama waqooyi koonfur ama 10 isbaara dhex taalla oo la leeyahay danta dalka amniga ku jiro qaraaxyadii ugu waaweynaa dalkan ee dadka ugu badan ku dhinteenna intay talada dadkan hayeen ayay dhaceen ood la socotiina kii x control ka dhaca ama kii ka horreeyey ee sababa ka dhacay qaraxyada dhacana waa joogto hoteeladii magaalada ugu muhiimsanaa kulligood waxaa loo xiray weerar al-shabaab waaye oo saxafi iyo maka almukarama ay ka mid yihiin iyo ambassador hoteeladii ugu waaweynaa waxay u xiran yihiin maanta waa weerar al-shabaab iyo qaraxyada u xiran yihiin canshuurtay qaadaan shabaab horaan u sheegnay magaalada ka qaadaan hadda waxay gaareen inay magacaabaan booshashinada iyo xilalka inay magacaabaan ay gaareen wax ka magacaabaan